تعتزوا ما تمثله جامعتكم من مؤسسة علمية ذات وزن ومكانة، وأن تفتخروا دائما بما تحرص عليه الجامعة. هذه الرابطة تتناغم مع أهداف التواصل والتعاون واستثمار طاقات الخريجين بما يعود بالنفع عليهم وعلى الأردن كسفراء وفاعلين في الأنشطة المجتمعية التي تخدم الأفراد. نبارك لكم هذه الخطوة مع الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم على طريق الخير والنجاح والفلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رانيا العبد الله. العلم والعلم وحده تبني الناس بلدانهم ومجتمعاتهم، فقد هيأ الله لكم سبل الخير في ظل هذه الدولة الرشيدة، ومن الله علينا جميعا بنعمه الوفيرة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظها ويقيها من كل شر، ويحفظ حكامنا الأفاضل ذخرا وأملا لنا ولأجيالنا المقبلة. وأعود بالشكر للرابطة الكريمة ولأصحاب الفكرة والتميز ولكل من أسهم في إنجاح هذه البذرة الطيبة المباركة.